عليكم مستمعينا الكرام وفين ما كنتوا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة هذا الصباح من برنامجكم الخاص بالتوعية الصحية، برنامج صحة وسلامة. وكيف ما سبقت الإشارة في الحلقة ديال البارح، كنا علنا على الحلقة ديال اليوم واللي من خلالها حاضر معنا الدكتور أمين المصفر، طبيب اختصاصي في طب النساء والتوليد، والموضوع ديالنا غادي يكون على الولادة القيصرية. مجموعة من تساؤلات كتطرح من قبل كثير من السيدات، فاليوم إن شاء الله احنا هنا باش غادي نجاوبوا على جميع الأسئلة ديالكم اللي عندها علاقة بالولادة القيصرية. أول حاجة غادي نبدأ بها وهي المهمة، غادي نتكلموا على الشروط ديالها وشنو هي الحالات اللي خاص تدار فيها الولادة القيصرية. غادي نتكلموا كذلك على المستمعات اللي تيسولوا على، خصوصا كنتكلم باللي يعني هذه التجربة غادي يعني يديروها لأول مرة بعد ما الطبيب ديالهم كيكون اختار هذا النوع من الولادات، تيسولوا على الظروف ديالها كيفاش كتمر، تيسولوا على البنج او على التخدير وهو اللي في الاغلب تيخلع بزاف ديال السيدات. غادي نتكلموا كذلك على المرحله اللي تجي من بعد واللي هي المرحله ديال الاستشفاء، وكتكون السيده مازال كاينه في المستشفى او كاينه في المصحه. وغادي نتكلموا كذلك على المرحله ديال النفاس، يعني حتى السيده كتخرج بالصحه والسلامه وكتمشي لدارها، شنو هي الامور اللي خاصها ترد لها البال. غادي نتكلموا كذلك على داك الجرح ديال الفتحه بطبيعه الحال، شنو الأشياء اللي كتسرع بالالتئام ديالو أو باش كيبرى دغيا. غنتكلموا على بعض الحالات اللي السيدة كيقدروا يبانوا عندها مشاكل على مستوى الفتحة ديال الولادة القيصرية، شنو كيدار في هذه الحالة. هادشي كله غادي نطرقوا ليه إن شاء الله بحول الله من خلال حلقة اليوم في برنامجكم صحة وسلامة. أول حاجة نقولوا صباح الخير دكتور مصفر، أهلا وسهلا بك معنا. شكرا على الاستضافه، بارك الله. شكرا لك لانك دائما كتلبي الدعوه ديالنا وكتكون حاضر معنا، وانا عارف راه ماشي سهل يكون معك طبيب اختصاصي في طب النساء والتوليد في كل اسبوع دكتور مصفر، فشكرا جزيلا. وانا تنحييك على هذه المساله، انا عارفه راه احيانا تيكون عندك مواعيد ديال البلوك او لا، يعني الولاد راه ما تتعلمش تماما فشكرا لانك تقدر تنظم الوقت ديالك وتعطينا منه باش تكون معنا في برنامج صحه وسلامه، شكرا جزيلا لك. تنهنئك ايضا لانه ربما تنقول وهذا هو الجميل في ميد غاديو، ميد غاديو خطوه اللي بزاف ديال الناس ربما الاطباء، انا غنتكلم بالخصوص الخطوه الاولى ولا اول مره تيكونوا متخوفين. كاين اطباء اللي تقول لي شوف اخت عفاف خليني بلاتي ماشي دابا حلقه وفي المباشر ماشي سهله، فخليني على الاقل ندرب شويه. اول حاجه انا تنحييك لانه كانت ربما الاول مره وفي برنامج مباشر واسئله ولقاء مفتوح اللي كتجاوب عليها دكتور مصفر كان معنا، وانا تنذكر اول لقاء ليك وكنت هاز الهم ديالو، لكن من بعد عقلتي شنو الكلمه الاولى اللي قلت لك دكتور مصفر، قلت لك من بعد انت اللي غتولي تتصل بي وتقول لي عفاف فوقاش الحلقه، وهذا الشيء اللي كان ياك. دائما تنقولوا علاش بالنسبه لجميع الناس اللي تسمعونا هذا الصباح، ربما اللي صعب هو البدايه، لكن لما الانسان تيجتهد وتيخدم على راسه والعزيمة فعلا ربما حتى المستوى، انا اش تنقول كانه دوك المراحل يعني تيولوا في وقت وجيز، ربما هو كان حاط داك الطموح ديالو واحد المده، فاذا به بداك الاجتهاد ديالو ديك المده ماشي طويله، يعني ولات مده اللي هي اقصر من داك الشيء اللي هو كان تيتخيل. فدائما مستمعي الكرام اللي صعيب هو البدايه، دائما الانسان يتوكل على الله ويبدا ويخلي بطبيعه الحال الاعتقاد ديالو في الله سبحانه وتعالى، وانه لكل مجتهد نصيب، هذا الشيء تنقولوه في اي مجال وفي اي خطوه بغى يديرها الانسان. اذا غادي نمشيو على بركه الله دكتور امين المصفر، وغنذكر فقط المستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في الحلقه ديال اليوم والموضوع ديالنا على الولاده القيصريه 05 22 46 72 50 51 او 52، او 05 22 88 00 61 61 او 62. اول حاجه غادي نتكلموا عليها وضروري ما نوضحوها وسبق وشرتي ليها، ولكن اليوم غادي ندخلوا في تفاصيل ديالها اكثر دكتور امين المصفر. الولاده القيصريه شنو الشروط ديالها وشنو هي الحالات اللي انت كطبيب اختصاصي في طب النساء والتوليد كتقول هاد الحاله خاصها ولاده قيصريه وماشي ولاده طبيعيه؟ نعم، على للتذكير بالنسبه اللي ما سمعوش الحلقه الماضيه كنا تكلمنا على الولاده الطبيعيه، وذكرنا بانها هي الطريقه المثاليه وهي الفيزيولوجيه، هي هو الصحيح هو الافضل هي الولاده الطبيعيه. ولكن بعض الحالات تستدعي اللجوء للعمليه القيصريه حفاظا على الصحه ديال الام وعلى صحه الجنين. ولا بعض المرات كتكون الولاده الطبيعيه غير ممكن بسبب ظروف وحالات غنطرقوا لها. بالنسبه لهذا الموضوع ديال اليوم هو موضوع مهم جدا لكل امراه مقبله على الولاده، بغينا نوضحوا لها ونفسروا لها وتكون على بال وتكون على درايه تامه على بهذه الطرق ديال الولاده القيصريه وعلى الايجابيات والسلبيات ديالها. لان في حاله استدعى الحال بعض الاحيان كتكون السيده كتجي اثناء المخاض والامور كتقلب، يعني كتكون عواله على راسها غتولد طبيعيه،
فكيوقعوا بعض المشاكل وبعض المضاعفات اللي كتستوجب كتستدعي اللجوء في حالات طارئه الى الولاده القيصريه. نعم. فالمراه كتصدم، ما كتكونش على درايه. فاحنا بغينا من خلال هذه الحلقه نوضحوا الحالات اللي المراه كتكون الحالات اللي كتستدعي اللجوء لهذه التقنيه ديال العمليه القيصريه من اجل الولاده. الوغ للتذكير غادي نعرفوا بعدا شنو هي العمليه القيصريه. هي عباره عن عمليه جراحيه تستدعي واحد الشق صغير. أيوة. على مستوى البطن تقريبا الا بغينا نحسبوه دكتور مصفر تقريبا 8 ديال السنتيم. 8 ديال السنتيم. أيوة. ومن بعد كنديروا واحد الشق على مستوى الرحم. أيوة. باش كنخرجوا لاخراج الجنين. ايوه هذه اللي تنسميوها الفتحه الدخلانيه. نعم. لانه كاين اللي على برا. نعم. وكاين اللي لداخل. نعم. الوغ هاد الجوج جرحات كلهم عند مع الوقت كيتلائم الجرح وكيبرى. أيوة. خصو واحد المده. ماشي بحال في حال الولاده الطبيعيه. أيوة. الولاده الطبيعيه هي انها المراه تقدر ترجع لوضعها الطبيعي في واحد الظرف وجيز. أيوة. وتقوم ترجع الانشطه ديالها على عكس الولاده القيصريه اللي كتطلب واحد الفتره ديال النقاهه كثيره. وباش نوضحوا الامر للمستمعات غادي نقسموا الحالات ديال العمليه القيصريه لقسمين، حالات مبرمجه وحالات طارئه. نعم. بالنسبه للحالات المبرمجه كيكون واحد الظرف اللي كيجعل الطبيب. نعم. يحدد واحد الموعد للولاده القيصريه مع السيده المقبله على الولاده. فالسيده قبل ما يجيها المخاط كتجي في هذاك الموعد. في الغالب كيكون في الاسبوع 39. أيه. كتجي فكتجري مباشره العمليه بروغرامي يعني مبرمجه. مجدوله. هذه عندها بعض الاسباب اللي كنديروها. ملي كيكون المراه عندها سابق لها ودارت عمليتين قيصريتين. أيه. ولا فاتحه على الفيبروم. لان في هذه الحالات كيكون هناك ضعف، منطقه ضعف في الرحم، في العضلة الرحم. فيقدر في حالة إلى الطبيب غامر ولد السيدة اللي عندها سبق لها دارت. أيه. عمليتين بجوج، الولادة الأولى والثانية ولا فتحت على الفيبروم. نعم. في هذه الحالة يقدر ينفتح الجرح الداخلي. أيه. ويقدر يتمزق، وفي هذه الحالة كتولي واحد الحالة طارئة اللي تقدر تؤدي لا قدر الله الوفاة ديال الجنين. حتى الأم بعض الأحيان. يعني كتشكل خطر عليها الحياة ديالها، لأن الأم تصاب بنزيف حاد. أيه. وبعض الأحيان قدروا كاع نستصلوا الرحيم حفاظا على حياتها. لهذا السبب حنا ما كنغامروش. أكيد. لهذا السبب العملية القيصرية خاصنا عندها واحد المعايير وعندها واحد حالات معينه، حالات اللي خاصنا نلتزموا بهم. نعم. من بين الحالات الاخرى كيكون بعض المرات السيده عندها حمل متعدد، ثلاثه اجنه. ايه. هادو ما كنغامروش معاهم، كذلك كنولدوهم. نعم. هذا الحاله ديال التوام. وبعض المرات كيكون الوضع ديال الجنين سيء. يعني كيكون معرض. ولا كيكون مقعدي، كيكون كنقولوا بالدارجه الفارسي. أيه. يعني الرجيلات هما اللي لتحت والراس الفوق. هادو في الغالب. أيه. كنديروا العمليه. كاين بعض الحالات ملي كيكون فارسي. اذا كان الحكاك مزيانين. وكنديروا واحد الراديو ديال الجنين كنشوفوا العنق ديالو. وممكن واحد المعايير اللي نقدروا نولدوا واخا فارسي كنلتجئوا بعض. أيه. الاحيان الا ما كانش هناك مشكل، حتى الوزن ديال الجنين. الا كان البيبي حتى هو كيحكم. الوزن كيحكم، لان كان الوزن ديالو كبير يقدر يهبط الجنين كله ويحصل الراس. فاحنا كناخذوا بالنسبه للسيدات اللي عندهم الفارسي الجنين في هذه الوضعيه، حنا كناخذوا بعض المعطيات قبل ما نسمحوا لها باش تولد طبيعيه. ايه. في حال الا ما كانوش هذه المعطيات متوفرين فهي كنديروها عمليه مبرمجه من الاول. نعم. ولتجنب المضاعفات. كاين بعض الحالات كثيره كذلك ملي كيكون هناك بعض الامراض بحال الهيربيس. أيه. التناسلي اللي تكلمنا عليه في الحلقه الماضيه، حتى هو هذا يستوجب عمليه مبرمجه. وبعض المرات كتكون المشيمه تغطي فتحه عنق الرحم. أيه. فما يمكنش الراس يدوز، حتى هذه كنديروها في اطار قيصريه مبرمجه. أيه. اما الحالات الطارئه فتستلزم اجراء العمليه القيصريه في اقرب وقت. مثلا الى انزلاق الحبل السري. هذاك. أيه. الحبل السري كاين سبق الجنين. الجنين الجنين. نعم. في هذه الحاله ما كيبقاش تدفق الدم
للجنين ويقدر نفقدوا الجنين. في هذه الحاله كنديروا عمليه جراحيه طارئه في حاله استعجاليه. كذلك اذا كانت بعض المرات في اثناء حيتنا كنعرفوا بان المشيمه كتنفصل حتى كيخرج الجنين. بعض الاحيان كتنفصل اثناء المخاض، مازال ما كملش الولاده فكتنفصل، وملي كتكون واحد البقع ديال الدم مورا المشيمه اللي كتمنع كذلك تدفق الدم، كتهدي حاله طارئه تستدعي خطر على الجنين كذلك. اذا اي وبعض المرات كيكون توقف المخاض، يعني ان المراه كتدخل في المرحله الثانيه ديال المخاض وما كتبقاش تحل العنق الرحيم، كيبقى المخاض يتوقف. يعني مثلا كيكون القرار ديال الطبيب انه راه غتكون ولاده طبيعيه ولكن كيتفاجئوا خلال ما تحكموش فيها. بعض المرات عنق رحيم كيتفتح 10 سنتيم وكنتسناو 45 دقيقه وما كيهبطش الراس. هذه الحاله كذلك كنلجأ الى العمليه، وهادو باش المراه ما تكونش ما تصدمش. وخاصنا خلال ملي كتجي داك الزياره الاخيره ديال تتبع الحمل كنشرحوا لها هذا الشيء كامل باش كتكون على درايه تامه وكتكون على بال وما كتكونش عندها ماشي حتى كتفاجئ السيده غدات ولات طبيعي حتى كيقولوا لها لا راه غديري العمليه، باش ما كتكونش هذاك الثقه بين الطبيب وبين المريضه. اييه ضروري. غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام وناخذوا المكالمات ديالهم عبر الارقام 05 22 46 72 50 51 او 05 22 88 00 60 61 62. غادي ناخذوا معنا في مكالمه زهرة على الخط من مكناس. زهرة صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله زهرة. الحمد لله، مرحبا بك. كدير الدكتور؟ بارك الله فيك لاله، شكرا. لاباس اختي، عندي واحد السؤال. اييه تفضلي لاله زهرة. ولكن ما عندوش علاقة اختي بالعمل القيصرية، ولكن على حساب الوالدة العادة الشهرية. اييه شنو المشكل اللي عندك؟ شنو المشكل اللي عندك؟ كتجيني اختي مثلا ما كتجينيش منتظمة. اييه وكتجيني هذيك 3 ايام كتجيني مجهده بزاف كاع. اييه وما عرفتش شنو هو، عمري ما مشيت شي دكتور ولا شي حاجه، ولات هذه عامين وباقاش واش ما على الولاده مازال ما تقاداتش ليا الدوره الشهريه، واش ما نعرف. اييه والرضاعه، وقفتي الرضاعه زهرة؟ ما كترضعي؟ هذه شي شهرين دابا وقفت الرضاعه. يلا شهرين باش وقفتي الرضاعه؟ هذه شي شهرين باش وقفت الرضاعه. نعم، وخلال الرضاعه شنو ما كانش كتجيك الدوره الشهريه خلال الرضاعه؟ لا كانت كتجيني ايام ما كناخذش زعما شي حبوب ديال المناعه. ما تاخذيش حبوب على الحمل؟ ايه لا ما كناخذوش. لا لا عامين. شحال في عمرك لاله زهرة؟ عندي 30 سنة. واخ واخ زهرة، ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا ليك تواصلتي معنا من مكناس. هو سؤال ماشي في الموضوع لكن معليش، كانت اول مكالمه معنا دكتور مصفر تكلمات على عدم انتظام الدوره الشهريه. هذه المده ديال عامين باش ولدات، هذه شهرين باش وقفات الرضاعه الطبيعيه، فدابا كتكلم على دوره شهريه غير منتظمه وهي راه ما كتاخذش حبوب منع الحمل. على غير التذكير، الدوره الشهريه هي كنحسبوها من نزول دم الحيض الى دم الحيض الموالي. في الغالب كتكون 28 29 30، وقدر تكون بين 21 حتى 35 يوم وتعتبر طبيعيا، لان بزاف ديال السيدات كيكون عندهم مثلا الدوره كتجيهم كل 25 يوم، كيكون هذاك الانتظام، ولكن كتكون الانتظام الزمني، ولا كتكون الدوره الشهريه كتجيهم على 34 يوم، فبالنسبه لهم هما الدوره ديالهم ما منتظماش. على باش نهضروا على الدوره بانها ما منتظماش، خاصها تكون فايته 7 ايام، يعني مثلا هاد السيده عندها كانت كتجيها الدوره الشهريه لنفترض 8 كل 28 يوم، فغتزيد عليها 7 ايام، يعني فوق 35 يوم، غادي الدوره المواليه غتجيها 35 ولا 36 يوم. هنا غنتكلموا على الدوره اللي غير منتظمه، لان هذه الدوره اللي كتكون منتظمه راه عندها اسباب. اذا خاصنا اول حاجه نشخصوا واش فعلا هذه السيده عندها الدوره غير منتظمه ولا لا. اذا اول حاجه غادي تشوف اذا كان غير فرق ديال يومين وثلاث ايام فهذا يعتبر، ولا 4 ايام فهذا يعتبر امر عادي جدا، بان ما تقولش انا ما عنديش منظمه. مثلا اذا كانت كتجيها كل 28 يوم والدوره الثانيه اللي مواليه كتجيها كل 31 وعاوتاني الدوره اللي من بعد كتجيها كل 27 ولا 26، هذا يعتبر امر طبيعي لا يشكل اي مشكل بالنسبه للسيده. في حين اذا كان الفرق بين الدورات والدورات فيت 7 ايام هنا كاين مشكل. علاش هذا الامر خصنا نوضحوه؟ لان اذا كانت الدوره فعلا غير منتظمه فهي تستوجب فحوصات وتحاليل
في لابوغاتوار باش كنشخصوا السبب. أيه. لان من بين الاسباب ديال اللي كتكون الدوره غير منتظمه كان كاين مشكل على مستوى الغده الدرقيه، كاين بزاف منتشر بزاف شائع هنا في المجتمع مشاكل الغده الدرقيه قد تسبب هذه الدوره اللي كتكون غير منتظمه. أيه. كاين بعد واحد المشكل ديال كثره افراز هرمون الحليب، كاين بعض السيدات واخا ما كيرضعوش عندهم الهرمون الحليب لابرولاكتين مرتفعه. نعم. هذه كذلك تقدر تاثر على الدوره الشهريه. وكاين عند بعض السيدات اللي كيكون عندهم بعض الاعراض ديال تكيس المبيض، واللي كيكون مثلا الشعر الزائد كتكون الدوره غير منتظمه وكيكون الشعر الزائد، فهذا كيكون مؤشر على تكيس المبيض. اذا اول حاجه تشوف واش عندها هذه الدوره غير منتظمه، ولا بأس تقوم بزيارة الطبيب، لأن هي خصوصا أن عندها الدورة الشهرية تأتي بغزارة، يعني أن ملي كتكون الدورة الشهرية كتجي مجهدة بالطروفة ولا تستدعي بزاف كتبدل داك الفوطات الصحية، ولا بعض المرات كدير جوج فوطات نظرا لذاك الغزارة ديال الطامات، فهذا هذا الأمر لا يعتبر طبيعيا. أيه. ويقدر يؤدي في حال إن ما خديناش على محمل الجد يقدر يؤدي إلى فقر الدم. نعم. إلى مضاعفات أخرى. أيه. لهذا خاصة تمشي عند الطبيب ديالها، خاصة استشارة ضروري ما تبقاش هكا كتسنى، ويقوم بواحد الفحص سريري. نعم. ويقوم. نعم. بليكوغرافي. أيه. بعض الأحيان كنلقاو كاين هناك ورم ليفي هو اللي كيكون سبب في هذا المشكل ديال الدم بغزارة، ولا بعض اللحيميات. أيه. والعلاج موجود الحمد لله، كنعطيو بعض الأدوية اللي كي نقصوا من هذه الحدة ديال غزارة الدم، ولكن قبل ذلك التشخيص، لأن ماشي بالضرورة كاين مشكل عضوي، يقدر يكون مشكل غير عضوي. اللي هذا دونك السيده تمشي عند الطبيب من اجل التشخيص. نعم. وحنا دائما في هذه النقطة ملي كتطرح دكتور امين المسفر تنقولوا لجميع النساء اللي تسمعونا هذا الصباح، تهلاو في راسكم ايضا في هذه الايام ديال الدوره الشهريه. ربما بزاف ديال السيدات كانها تترخي في نفسها، يعني في هذه الايام كتولي مقلقه بزاف وكتولي مع الصباح، وبعض المرات كتاخذ هذوك العشوب وداك الشيء سخون كدخل، وداك الشيء كيزيد من حده الالام الدوره ومن حده النزيف. تعتنازي اكثر لهذا العشوب. ولا نعم. وربما خصها راحة أكثر وتلعب على النفسية ديالها أكثر تماماً. وتبقى مع الناس الإيجابيين، يعني خصوصا في هذه الأيام ديال الدورة الشهرية ربما السيدة كتكون حساسة بزاف. أكين سيدات للأمور عندهم تدوس طبيعية، إحنا ماشي بحال بحال، كل واحدة كيفاش كتحكم، خصوصا الفتيات. أكي أكيد. الفتيات اللي الله بداو بالغو يلا دورة. أيه. ما كتكونش. نعم. عندهم واحد الدراية. أيه. بهذه المشاكل، فانت ديك اللخبطة ديال الهرمونات المراهقات. نعم. فنتمنوا حتى الوالدين للأمهات ولا الآباء ولا الخوت ديالهم يكونوا متفاهمين هذه الحالة، لأن ربما بزاف ديال الفتيات هكا ولا الشابات ولا حتى النساء يهضروا مع ماماتهم. أيه. وتتبقى تعيش ذاك وكتعيش في صمت، وكيكون. نعم. عندها شي مشكل، بعد ماشي بالضروري مشكل خطير، ولكن بعد مشكل وظيفية. أيه. نتيجة البلوغ. نعم. اللي كتبقى عايشة في صمت وفي ألم بحكم هالطابوهات الاجتماعية، ما تبغيش تتكلم مع شي حد فيها. نعم. أيه. حنا غادي نرجعو معكم دائما مستمعينا الكرام في برنامجكم صحة وسلامة مباشرة على الميد غاديو، فاصل وراجعين، خليكم معنا. بكل وضوح، لقاء فكري، حوار ثقافي، دراسة. استقر في الأشياء اللي غيكسب خبراء العالم كلهم قالوا الذكاء والدراسة، شنو لقاو؟ لو سيلف كونترول، التحكم في النفس. غيجي الإسلام غيجيب لنا مادة فكرية بسيطة جدا انك تطبقها، ولكن هذا السهل هذا راه عنده سر اللي هو العمق. تفكر ومذاكرة للفكر العالمي الإنساني، محوره الإنسان، الأسرة والمجتمع. سيدري بقصد تكون مقصود الله. الله الله. أنا شنقول أه بزاف، ولكن حتى نبغي أه بزاف داكشي علاش. الله الله الله. وأنا تحت رجله، يعني كنلبي له كل الطلبات ديالو. أخطأتي. أنا عارفة راسي. أخطأتي. عارفة راسي. والله يا بنيتي ما طلعتي للدالية لجنيتي العنب. آه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كيف العزة وتحت الرجل؟ راكم يا الله كتعرفوا الحباب، يا الله بركتوا في الطبلة كتقولوا بسم الله على واحد القصعة سميتها الزواج. بكل وضوح، لقاء من الاثنين إلى الأربعاء من الساعة 6 إلى 8 مساء مع الكاتب والباحث المامون مبارك دريبي. بكل وضوح،
لقاء فكري، حوار ثقافي، دراسة وفراسة. راديو دائما الإذاعة القريبة منكم. رجعنا مستمعينا الكرام من خلال برنامجكم صحة وسلامة. رفقة الدكتور أميل مسفر، طبيب اختصاصي في طب النساء والتوليد. الموضوع ديالنا اليوم عن الولادة القيصرية، فمرحبا بجميع اتصالاتكم وتساؤلاتكم عبر الأرقام الهاتفية 05 22 46 72 50 51 أو 05 22 88 00 60 61 أو 62. غادي نمشيو لسؤال من عند ندى من وجدة، كتقول صباح الخير أخت عفاف دكتور المسفر. السؤال ديالي بخصوص الحالة ديالي، قال لي الطبيب اللي غادي يدير لي العملية القيصرية في الأسبوع 37 أو 40 أيام من انقطاع الدورة. بغيت غير نعرف من دكتور المسفر واش ما كاينش خطورة لعليا ولا على الجنين، علما أنه سبق ودرت جوج ديال العمليات قيصريتين، ودابا عندي مشكل ديال الدوالي في الجدر ديال الفخذ، واش هاد الشيء ما غاديش يأثر؟ إذا قالها الطبيب في الأسبوع 37 أو 40 من انقطاع الدورة. المعتاد هو أن العملية القيصرية كنديروها في الأسبوع 39، هذا كي تعتبر أحسن توقيت. نعم. بعض الحالات الصحية اللي كتكون عند المرأة، مثلا في حالة اللي عندها ضغط دموي أثناء الحمل وما يعرف بتسمم الحمل. أيه. تسمم الحمل تطلع لها لاتونسيون وكيكون. أيه. الأملاح في البول. نعم. هذه حالة طارئة، غير المرأة كتدخل شهرها الأسبوع 37 ولا 37 أيه. ونص، كنديروا حفاظا على صحة الحامل كنديروا لها العملية القيصرية لإنقاذ حياتها وتجنب المضاعفات الناتجة عن الضغط. هذه من جهة. كاين بعض الحالات كذلك ديال مرض السكري الحمل، وهو مرض السكري الذي يظهر أثناء الحمل. هذا كذلك هذا كنقدروا نديروها في الأسبوع 38 38 ونص. إذا هذه السيدة ربما الطبيب ديالها شاف بأن الحالة الصحية ديالها عندها شي مانع ما غاديش يخليها حتى الأسبوع 39، ففي هذه الحالة كنصحها تبع التعليمات ديال الطبيب ديالها، هو أدرى بالحالة الصحية ديالها. هو أدرى لماذا. نعم. دارها في هذا التوقيت شوية مبكر بالنسبة. نعم. المسألة ديال الدوالي مخوفة نادى شوية عندها. نعم. الدوالي قالت على مستوى الفخذ ديالها، واش هذا الشيء ما كيأثرش؟ لا ما كيأثرش، ولكن بعد العملية القيصرية اللي مبرمج اللي يديرها الطبيب خاصها تأخذ واحد بعض الأدوية ديال السليان ديال اللي كتجري الدم تجنب التجلطات. أيه. وتحاول نوض دير شويه ديال الحركه. أيها. من بعد العمليه الجراحيه. نعم. وحنا غادي غنتكلموا ان شاء الله على النصائح اللي كتكون مهمه من بعد الولاده القيصريه. دكتور امين مسفر، بزاف كيبعثوا لي اخت عفاف عندك تنسي وما تسوليش على داك الصاك ديال الرمله. نعم غنتكلموا عليه حتى هو، غير خليكم معنا في الاستماع. ناخذ معنا اسماء على الخط من مدينه مراكش. اسماء صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اسماء. شكرا بزاف على التوضيحات، كنشكرك وكنشكر الدكتور اللي معنا. مرحبا. شكرا. انا سمحي لي، انا كنت بغيت نعيط، عيط السيمانه اللي فاتت كنتو كتهضروا على الحمض الفوليك. اييه هضرنا على الولاده الطبيعيه وشرنا الحمض الفوليك. اييه وما تبدلتش الخط وسمحوا لي بزاف، انا كنولد طبيعيه، ولدت الولاده الاولى طبيعيه والثانيه طبيعيه. اييه هذه بنتي دابا الاخرى اللي عندها 10 سنين، دابا بغيت نزيد الولاده الثالثه. أيه. وما بقاش كيصدق لي بنادم، خسر لي العام اللي فات وخسر لي هذا العام. اييه نعم. ودابا سمعت الدكتور قال بان نشربوا حمض الفوليك قبل، دابا انا ما حاملاش. اييه ولكن ان شاء الله ناويه يعني كتخطي الحمل. نعم كنخطي الحمل، ودابا انا شريت حمض الفوليك وكنشربها، هادشي اللي بغيت نستشر مع الدكتور لاله عفاف. واخا ولكن شوف اسماء، بعد لانه في التخطيط ديال الحمل لما السيده كتكون عندها الرغبه في الحمل، اول حاجه كيخصها دير هما واحد التحاليل. درتي هاد التحاليل ولا لا؟ شنو كانت النتيجه في التحاليل ديالك؟ قالوا لي ما عندك حتى شي حاجه، وبالحق مشيت عند الطب العام. ماشي مشكل، الطب العام يعطيك بيلون. اييه مزيان. شنو ما عندك نقص في حتى حاجه، كلشي مزيان. كلشي مزيان الا قالت لي غير بقيت تشربي الماء، عندك الكليتين يقدروا نشوفوا لك من الماء، هادشي اللي قالت لي. المسائل الاخرى كلشي عندي مزيان، غير انا مازال غندير واحد الاستشاره عند جينيكو ديال يعني طبيبه اختصاصيه في النساء. واخ مازال ما غنمشي عندها، وانا دابا بديت حمض الفوليك، واش نحطها واش نكملها؟ واخ واخا. شحال في عمرك اسماء؟ عندي 38 عام. 38 سنه. واخا الله يكمل بالخير ان شاء الله، الله يفرحك. بارك الله فيك. لا انا خايفه ان نولد الولاده الثالثه بالولاده القيصريه، انا كنولد طبيعيه يعني. واخا واخا. غير هذا الاجهاد اللي كيجيني متابع، جاني العام اللي فات وخططت الحمل عاوتاني.
يلا الشهر اللي فات خسر لي بنادم دابا ما عرفت شنو. كنتمنى الدكتور ينصحني الا العافيه ان شاء الله. ماشي مشكله اسماء، ورا سبق وقالها دكتور امين المصفر، على انه في احيان كثيره الايجاد كيقدر يكون غير حادث، يعني غير هكاك وقع، ماشي دليل على انه راه كل مره غيبقى يوقع لك هذا الاجهاد هذا. هو غادي يجاوبك دابا دكتور مصفر ان شاء الله اسماء. شكرا للعافيه، شكرا العفو. شكرا شكرا ليك. ربما المساله ديال تخطيط الحمل غنبقاو كل مره نرجعوا ليها دكتور امين المصفر، حتى نقول الله يفرح الجميع يا رب ان شاء الله. لكن ربما السيده لما كتكون الولاده الاولى والولاده الثانيه والامور كتمشي طبيعيه، الولاده الثالثه او الولاده المهم اللي غتجي من بعد، تيولي داك التخوف، كتولي تقولي لك ماشي تغيير في الجسم، ياك ما وقعت ليها شي حاجه، ياك ما السن حتى هو كيلعب الدور ديالو. ربما السيده في 28 عام ولا 29 عام، وما هكا بعض السيدات كيحسبوها كتقول لك ماشي هي 38 ماشي هي 39 ماشي هي 40 سنه، رغم انه كاين تبارك الله سيدات اللي كتبقى بصحه جيده وفي 42 عام وفي 44 عام ورزقها الله وليدات وصحه جيده ولدات ولاده طبيعيه والامور مشات مزيانه. فهاد الحاله دابا هي كتخطط للحمل، وقع عليها الاجهاد يعني في العام الفايت وهذا العام، وخدات دابا حمض الفوليك، قالت واش بقى تاخذوا ولا توقفوا؟ الوغ للتذكير، الحمض الفوليك هي لا فيتامين ب 9. نعم. وهو واحد الفيتامين مهم بزاف وضروري. علاش؟ لانه كيدخل في تكوين الجنين وفي تكوين الجهاز العصبي بالضبط ديال الجنين. الجنين يمكن من تجنب هذوك التشوهات الخلقيه على المستوى الجهاز العصبي للجنين. أي. يعني باش الراس ديالو يكون طبيعي، الدماغ يكون طبيعي في التكوين ديالو. نعم. نعم. الوغ كاين، هو موجود في الاغذيه، نقدروا نلقاوه في القطاني كالعدس والفاصوليا والحمص، نقدروا نلقاوه في الحمضيات كالبرتقال والليمون وجميع الحمضيات. كاين كذلك في الخضروات اللي عندهم الورقيه. دابا البقوله تبارك الله راه موجوده. اييه راه تكلم على هذا الشيء استاذ احليمي. نعم نعم نعم. خصنا نرجعوا لهذاك المصدر ديالنا يكون تغذيه قبل ما نفكروا في المكملات. دابا في الباديه كياخذوا ذاك اللفت، حنا غفلنا على اللفت. واش تبارك الله السيدات الباديه ربما تكون كتلاحظ هذا الشيء دكتور مصفر، ما تلقى عندهم نقص في حتى حاجه. لان كيديروا ما شاء الله فيهم اللفت، ياكلوا البقوليات. ماشي ضروري الحم هذا اللي هذا، كاين خص نرجعوا لذاك الحبوب الكامله بحال البلبوله ديال الشعير، الحبوب نصوبوا بالقمح، نبعدوا على ذاك لا فارين بلونش تكلمنا عليها فورس. يعني ان واحد المراه مقبله على المشروع ديال الحمل تراجع النظام ديالها. نعم. الوغ هذا يعتبر هذا نقص الحمض الفوليك، لأن الجهاز العصبي عند الجنين يتكون في المرحلة الأولية في 3 شهور الأولى وقبل ديال الحمل. إذا يعني في الأسابيع الأولى. يعني نعم. الجسم خصو يكون عنده واحد المخزون من الحمض الفوليك لتجنب التشوهات العصبية لدى الجنين. فنحن كننصحوا السيدات يبداو ياخذوا الحمض الفوليك غير يبداو يخططوا الحمل. مثلا المرأة كتكون كتاخذ وسيله من وسائل المنع للحمل، كتوقفها كتبغي تحمل، كاين احتماليه تحمل غير توقف، ماشي ضروري غادي تعاود تبدا الحمل الفوليك. المقدار راه كنا شرنا ليه في الحلقه السابقه، كتاخذ 0.4 ميليغرام يوميا. ما عندوش شي اضرار جانبيه، هو عباره عن مكمل غذائي. كتاخذوا واحد الشهر في هذه السيده كنصحوها تكمل الحمض الفوليك. نعم. سمح لي دكتور مصفر، بحال دابا مثلا السيده خداته وما وقعش حمل، تبقى مكمله فيه ولا توقفوا؟ مثلا خداته شهر شهر ونص حتى لشهرين ما كانش حدوث حمل. هي هو حنا نورمالمون كنعطيوه شهر حتى لشهرين قبل الحمل، فتكملوا ماشي مشكل، ولا ما بغاتش تاخذوا على شكل دواء تاخذوا على شكل اغذيه. راه حنا تطرقنا اذا تقاد الاكل ديالها. الا ما كتقادش الاكل ديالها خاصها تاخذوا. نعم واضح. معنا في المكالمة هذه المرة شيماء من مدينة الدار البيضاء. شيماء صباح الخير. ألو. مرحبا بك يا شيماء. صباح الخير لالا مجدة. عفاف حتى مجدة مزيانة، حتى مجدة زوينة، تحية لكل مجدة كتسمعنا هذا الصباح. مرحبا. مرحبا. عفاك الله يخليك، بغيت نسولك لأن دابا شي ثلاثة سيمانات كنبغي نتصل بكم، وهذيك السيمانة تصلت بكم في الأخر تقطع لي الخط. واخا مرحبا. بغيت نسول الدكتور عفاك، دابا عندي العادة الشهرية ملي كتجيني. أييه. عندي داك كتجيني بحال هكا سي جوغ.
نورمال اها مي ابري دوك لي بيرت ما كيبغوش يتصفاو ليا كتبقى ليا حتى 12 جور 13 جور مي كنبغي نصلي خاصني اشاك فوا ندوش نعم اييه يعني هذا المشكل كنعاني معاه بزاف ودابا 3 سنين باش محيله انا لا بيلول وكنت تبعت مع جينيكو ديالي وخرجت ليا تريتمون باش نحمل اييه مي دابا تقريبا شي 6 شهور ولا 7 شهور باش تبعتو صافي وما ما بقيت زعما شي حاجه وحبستو نعم سمعت بان دوك هذوك لي تريتمون زعما ديال الحمامه مع المده يقدر يدير لنا كونسير فهمتي بقى عندي واحد التخوف اييه نعم وانت عندك وليدات من قبل شيماء ولا لا؟ وي عندي جوج وليدات عندك جوج وليدات ولدان طبيعية لالا؟ الله يخليهم لك لا سيزاريان شحال في العمر ديالك لالا؟ ما كتحلش ليا نعم شحال في عمرك يا شيماء؟ 37 سنة واخ واخا يجاوبك ان شاء الله دكتور امين العفو هذا واجب شكرا لك شيماء خلينا ناخذ معنا حتى رجاء على الخط اولا ناخذ فوزيه من العريش لانه مكالمات كثيره ونرجعوا باش نجاوب عليهم كاملين فوزيه على الخط من العريش مرحبا بك لاله فوزيه اهلا اختي العزاز كي لاباس عليك الحمد لله فوزيه تفضلي بغيت نسول الدكتور عفاف نعم شوف فوزيه كاين شي مشكل كنسمعوا تشويش شوف الا كنتي قريبه للراديو بعدي على الراديو الا كان حداك لانتر نعم انا في الخدمه انا نمشي واحد البلاصه شوف فوزيه ما تنسمعكش نهائيا شوف عرفتي اش غديري فوزيه عطي السؤال ديالك الوفاء ها هي وفاء معاك ما تقطعيش عطي السؤال ديالك وفاء وانا وفاء غتخلي لي السؤال ديالك ان شاء الله ونطرحه على الدكتور امين مسفر وعد مني غير لانه كاين تشويش لا عليك ولا على المستمعين يعني ما نقدروش نسمع السؤال ديالك بشكل واضح اذا نرجعوا للسؤال ديال شيماء دكتور امين مسفر تكلمات على الايام ديال الدوره الشهريه 6 ايام كتكون عندها عاديه من بعد تيبقاو عندها الافرازات حتى المده ديال 12 يوم 13 يوم هذه اول حاجه ثاني حاجه كاين تخطيط للحمل خدات تريتمون اللي هي خاصه بالحمل لمده ديال 6 شهور من بعد تخوفات ربما قرات عليهم معلومات ولا سمعت عليهم او لا انهم يقدروا يكونوا من مسببات السرطان وبالتالي وقفاتهم فهي عندها حتى الرغبه في الحمل ولكن مازال ما وقعش حمل العمر ديالها 37 سنه بالنسبه للدوره الشهريه العاديه كتكون بين يومين الى 7 ايام دونك هي كتجيها كل 6 ايام هذا امر عادي ولكن الاشكاليه اللي كاينه هي ان كيبقاو داك الافرازات البنيه من بعد هذا في الغالب كيكون هناك خلل وظيفي على مستوى الدوره الشهريه بانه قبل ما نهضروا على مشكل وظيفي خصنا نستبعدوا مشكل عضوي يعني اول حاجه غادي نقوموا بواحد التشخيص عند الطبيب ولا الطبيبه الاخصائيه اللي غادي تقوم اول حاجه كنديروا فحص السريري كنشوفوا بالمفتاح المهبل واش ما كاينش هناك التهابات على مستوى عنق الرحم هذه الالتهابات يقدروا يتسببوا هذوك الافرازات ولكن في الغالب كنكملوا بفحص بالصدى ليكوغرافي كنشوفوا واش ما كاينش شي لحيمات لان بعض المرات اللحيمات يقدروا ما يخليوش هذاك التدفق ديال الدوره الشهريه يهبطوا لي ريغل فالدم ملي كيبقى داخل ديال الرحم لواحد المده كبيره فهو كيتاكسد كاين عمليه الاكسيداسيون هذيك العمليه كتجعل من داك اللون الاحمر يتحول للون بني فماشي بالضروري عندها تعفن ولا شي حاجه اللي بزاف السيدات هادشي اللي كيخوف عندهم تخوف كيشوف داك الدم لونه بحال القهوه فكيقولوا راه ميكروب ونهائيا ماشي ميكروب هو مؤشر بان الدم ما هبطش بقى واحد المده عاد باش هبط دونك خصنا نبحثوا واش في داك المجرى ديال الدم واش ما كاينش شي لحيمات اللي كيعيقوا هذاك النزول ديال الدم بشكل طبيعي في الغالب ما كنلقاو حتى شي حاجه فكنقولوا ان الامر وظيفي وكنعطيو بعض العلاجات اللي كنقضوا بهم داك الهرمونات والامور كترجع لمجاريها هذه من جهه من جهه اخرى هي عندها مشكل ديال تاخر الحمل والتجأت لبعض المنشطات ديال المبيض من اجل حصول الحمل وما وقعش انا بغيت نقول لها اولا ما كنقبطوش وكنعطيو هذوك الادويه ديال تنشيط المبيض بدون ان نديرو واحد التشخيص طويل ومدقق باش نعرفوا السبب علاش لان اش كيوقع بعض المرات السيدات كيمشيو مباشره ومع كل احترامي للناس ديال الصيدله الصيدله ولكن بعض الاحيان
هم بحسن النيه كيعطيوهم هذوك المنشطات. نعم. وذاك المنشطات بالعكس كيديروا مشاكل. لان يعني على سبيل المثال بعض المنشطات اللي هما كيتعطاو عشوائيا كتاخذهم المراه فهي لا ماشي غير ما يمكنهاش من الحمل، ولكن من بعد واخا تحبسوا ما تبغي تحمل غتلقى واحد الوقت باش داك البطانه ديال الرحم ترجع لاصلها الطبيعي. نعم. لان هذوك عندهم بعض المضاعفات على مستوى بطانه الرحم. أيه. على مستوى كترجع هشيش هذاك البطانه الرحم، وحتى المخاطه ديال عنق الرحم ما كيبقاش يخلي داك الحيوان المنوي يعني التكوين ديال الجنين ما يمكنش. الاطباء كنعطيوهم وكنرافقوهم ببعض الهرمونات الاستروجين باش كنحاولوا نديروا واحد التوازن. أيه. بين الايجابيات ديال الدواء. أيه. والسلبيات باش ما كيكونوش عندهم سلبيات. نعم. اذا اول حاجه غادي تقوم بواحد التشخيص عند الطبيب، وغادي يطلب لها الطبيب تحليل. عندها 37 سنه خاصها دير تحليل ديال المخزون المبيض. أيه. والمخزون المبيض كنعرفوه باربعه الحوايج. كنعرفوه بالسن ديال المراه. أيه. فوق 35 عام كيبدا المخزون كينقص. كينقص. كنعرفوه بعدد البويضات البدائيه اللي كنشوفوهم في الفحص بالصدى في اليوم الثالث من الدوره الشهريه. كنشوفوا داك الحصيلات اللي بين 2 و10 المليمترات، وكنقيسوهم وكنعرفوا واش المراه عندها واحد المخزون جيد ولا لا. دوك خاصها تباشر مع الطبيبه الاخصائيه ديالها اللي غادي دير لها الفحص بالصدى في اليوم الثالث باش تكون عندها واحد تعرف واش عندها مازال مخزون ولا لا. كاين واحد 2 ديال التحاليل كيداروا في اللابوغاتوار، الاي ام اش والاف اس اش، هادو بجوج حتى هما كيعطيوهم واحد الفكره. دوك بحكم ان عندها 37 سنه تكمل البيلون ديالها، دير هاد التحاليل، دير ليكوغرافي في اليوم الثالث، تعرف واش ما عندهاش مشكل على مستوى الاباضه اللي يقدر يكون كذلك سبب في هاد الافرازات اللي كيجيوها هاد الدوره اللي ما كتنقطعش عليها لمده 12 يوم. فدير التشخيص. ففي حال الى ما كانش هاد استبعدنا هاد المشكل ديال الاباضه. أيه. نشوفوا بعض المرات يكون المشكل عند الزوج. فكيبان كيتضح عن طريق تحليل السائل المنوي. بعض المرات كيكون مشكل السيده ولدات عمليه قيصريه واصيبت بتعفن في الجهاز التناسلي ديالها، فكيوقع التهاب على مستوى القنوات ديال الفالوب، وبالتالي كيوقع واحد السدد وما كيبقاش اللقاء بين الحيوان المنوي وبين البويضه. في هذه الحاله حنا كنديروا واحد الراديو عند تسمى الاشعه بالصبغه، الاستيغوسال بانكوغرافي، كيديرها الطبيب المختص في الاشعه. أيه. واللي كيدير يحقن واحد الماده من عنق الرحم. نعم. وكياخذ واحد لي كليشي. أيه. وكيعرف واش القنوات فالوب سالمين ولا لا. نعم. اذا اول حاجه التشخيص، ومني غادي اذا بان التشخيص وبان السبب غادي يسهل العلاج. العلاج اي ان شاء الله، وديك الساعه الحدود ديال الحمل كيكون ساهل لما كتحل هذه المشاكل كامله. وفاء مشكور، عطاتني السؤال ديال فوزيه من العريش اللي كانت معنا. فوزيه قالت باللي سبق ولدات ولاده قيصريه، كان الراي ديال الطبيب انها خضعت الولاده القيصريه نظرا لان الحكاك عندها ضيقين، فهي من بعد قالت باللي تبين من بعد الولاده يعني داس الامور مزيان الولاده الاولى وكل شيء، بغات تولد المره الثانيه يعني كتخطط الحمل، فمشات لعند الطبيب ديالها كيتفاجئ اللي عندها تكيس المبيض، قالت عطاها مجموعه ديال الادويه وطلب منها على انه من غير يعني في اليوم الاول من الدوره الشهريه كي خصها ترجع لعنده، فهي قالت ما رجعاتش لعند الطبيب، فهي تتسولك على هذا المشكل. والنساء اللي عندهم تكيس المبيض واش كيكون عائق الحمل دكتور مصفر، وكتكون ان شاء الله في حال انه وقع حمل واش ضروري ولاده قيصريه غتكون المره الثانيه، يعني واش الحكاك تيبقاو دائما ضيقين. نعم. راه بالنسبه للتكيس المبيض اول حاجه وكنعاود ناكد عليها. نعم. هو النظام الغذائي. أيه. السيده خاصها تحيد، تكلمنا عليها هذاك. نعم. الاطعمه اللي هي مسعره مصنعه. نعم. ودير واحد شويه ديال التمارين الرياضيه. ماشي ضروري يكونوا معتدله. نعم. شويه ديال المشي، واحد نص ساعه ديال لا مارش في النهار، وتبعد على وسائل التوتر والقلق. ايه. وتباشر مع الطبيب ديالها من اجل الحمل. كيعطيو بعد المنشطات ديال المبيض اللي كنبداوهم في اليوم الثاني ديال الدوره. داكشي علاش قال لها الطبيب خصها ترجع لعندو. علاش؟ حنا ملي كتجينا السيده وغادي نبداو معاها برنامج تنشيط عن طريق عقاقير اللي كينشطوا هذوك المبيض واللي كيجعلوا بان داك الحصيلات يكبروا باش تكون الاباضه، لان المشكل ديال تكيس المبيض هو انه مشكل ان داك البويضات داك الحصيلات. أيه. ما كيوصلوش لمرحله النضج، وبالتالي ما كيكونش هناك اباضه. نعم. وبالتالي ما كيكونش هناك حمل، مع العلم ان تكيس المبيض راه ما كيعطيش العقم، كنهضروا على تاخر الحمل، لان شحال من السيدات عندهم تكيس المبيض
وكي تكون الاباضه احيانا هي نادره ولكن كتكون بعض المرات الاباضه بعض المرات تلقائيا هذاك المبيض كيرجع للوضع الطبيعي ديالو وكيفرز هذيك البويضه. فإذا كان هناك لقاء في ذاك الوقت اللي كانت فيه هذا الافراز فيكون هناك حمل. اذا تكيوز المبيض ما يكونش عند السيدات عندهم ذاك التخوف انا عندي تكيوز مبيض، لا تكيوز المبيض الحمد لله العلاج موجود والادويه دابا ولاو ادويه جداد اللي عندهم مضاعفات نسبه ديال الاعراض الجانبيه طفيفه واللي كيمكنوا السيده باش الحمد لله كتحمل بدون اللجوء الى تقنيات كبيره ديال المساعده الطبيه على الانجاب. كنمشيو على مراحل دونك المرحله الاولى خاصها دير نظام غذائي، المرحله الثانيه خاصها تباشر مع الطبيب ودير ليكوغرافي في اليوم الاول ولا الثاني. علاش؟ لان بعض الاحيان كيكون هناك اكياس وظيفيه فحنا الا عطينا هذاك الا مشات هي وخدات ذاك الدواء بلا ما دير الفحص بالصدى قبل ما تبدا الدواء هذاك الكيست الوظيفي غادي يكبر لانه هو منشط للمبيض وبالتالي غادي يولي عندها كيست كبير. فحنا ضروري 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 قبل ما تبدا الدواء تمشي تباشر مع الطبيب ديالها يتاكد بانه ما كاينش هناك اكياس وظيفيه على مستوى المبيض وتبدا الدواء ديالها ان شاء الله ونتمنوا لها ان شاء الله. نرجعوا للموضوع ديالنا على الولاده القيصريه دكتور امين المسفر، تكلمتي على الحالات اللي كتستوجب هاد الولاده القيصريه. اول حاجه غنسولك عليها هي الظروف ديال الولاده القيصريه، ربما بالنسبه للنساء حوامل اللي هاد التجربه غيمروا منها لاول مره فتيبقاو يسولوا على شنو هي الظروف يعني اللي كتكون. قبل ما نجاوبك حيت السيده سولت قالت لك هي ديجا عندها سابق ليها ولاده قيصريه قيصريه نعم. واش بالضروره غتعاود؟ نعم. الوغ هي خصنا نشوفوا علاش دارت العمليه القيصريه، شنو هو السبب اللي دفع الطبيب قال لها عندك الحكاك ضيقين. دابا الى عندها الحكاك ضيقين ودارت هذاك السكانير ديال الحكاك وتبين انه فعلا عندها الحكاك ضيقين فضروري ما غتولد غير بالعمليه القيصريه لان هذاك ما كيكونش هناك واحد كيكون الحجم الجنين كبير بالنسبه للحجم ديال الضيق واخا يعني داك الممر الطبيعي ما كاينش ما عندوش منين غيدوز داك الجنين. دونك في حال الا دارت السكانير وتبين بان الحكاك ما عندهاش عندها عادي وحجم الجنين يقدر يدوز من داك الممر تقدر تحاول في هذه الحاله ولكن كتطلب واحد المراقبه طبيه منتظمه اثناء المخاض وكنحضيو بواحد لي زاباري كنديروهم كنشوفوا داك التقلصات والعدد ديالهم كنشوفوا الدقه ديال القلب ديال الجنين لتفادي المضاعفات. نعم. الوغ بالنسبه للعمليه القيصريه عندها ايجابيات وعندها سلبيات. بالنسبه للايجابيات اول حاجه اللي بغيت ناكد عليها انها عتقات بزاف ديال الامهات ونسبه الوفيات قلالوا لا مورتاليتي ماتيرنيل قلالت بفضل هذه التقنيه. شحال هذه ما كانتش متوفره ولا ما كانتش اساليب التخدير متطوره ولا كان هناك عندها مضاعفات كبيره كانت المراه كانت بحكم انه ما كانش ذاك المضادات الحيويه متوفرين فكانت المراه واخا كنديروا لها عمليه قيصريه كانت كتصاب بتعفن. حاليا الحمد لله ولات التقنيه ولا الاطباء متمكنين من التقنيه ولات كدار في واحد الظروف ديال التعقيم فما بقاش عندها ذاك المضاعفات والحده وانها من بين الايجابيات ديالها انها تمكن من تحديد موعد الولاده. نعطيك مثال مثلا تكون السيده مثلا خاصها ديرها مثلا في واحد التاريخ وذاك التاريخ مثلا كتكون ماما في فرنسا ولا في الخارج فما يمكنلاش تدخل في ذاك الوقت فحنا نقدروا تختار السيده واحد اليومين من بعد ولا يومين ولا كتكون بحال كتسنى اختها غادي دابا تبارك الله النساء راه اجتهدوا. دكتور مصفر ماشي اللي كتقول لك وانا عيد ميلادي في هذا التاريخ بغيت ولدي ولا بنتي تزاد في نفس التاريخ كيكون بعد مره داك كيصادف فكتكون غير يومين وثلاث ايام ديال الفرق فالطبيب ممكن تيسمح ليها وتيخلي داك التاريخ علاوة على انك تحافظ على داك الاعضاء التناسليه بحكم انك نديروا هذا وهذا انا اقولها يعني لا اشجع رغم هذه الايجابيات فانا لا اشجع العملية القيصرية فالعملية الولادة الطبيعية تبقى هي الصحيح وهي الفيزيولوجية وهي اللي خص كل امرأة تجرب هذيك لأن شحال من وحدة كتفتح بسيزارين
الحمل المقبل عندها احتماليه اكبر تعاود تولد بسيزاريان. أيه. وعند كيوقعوا مضاعفات وكتخاف كاين ربما النساء اللي كتولي كتاجل الولاده الثانيه والحمل الثاني. نعم. علاش؟ لانه بالنسبه لها الولاده القيصريه ما كانت سهله. نعم. وكتبقى الفتره الناقه طويله. أيه. طويله جدا. نعم. ديك الفتره اللقاء مع البيبي ديالها. أيه. من الرضاعه ما كتبداش مباشره بعد الولاده. أيه. على عكس الولاده الطبيعيه. هذيك فتره لمسه البشره الام البشره الطفل ما كتكونش طويله لان يعني كتكون السيده في البلوك. نعم. ما كيكونش ذاك اللقاء الاول مع الطفل. الجنين كيكون معرض اكثر لمشاكل التنفس. نعم. لان ذاك المرور ديال الجنين ما نساوش ان البيبي ملي كيدخل في ذاك القنوات الضيقه ديال الطبيعيه ديال المهبل اثناء الولاده الطبيعيه. أيه. فهو كيكون عنده واحد الجهد واحد لو ستريس اللي كيجعلو يفرز واحد الهرمونات. أيه. عيطوا لهم هرمونات الشده. نعم. هذوك الهرمونات كيمكنوا هذاك السائل اللي كيكون على مستوى الرئتين. أيه. فالجنين يلفظ هذاك السائل. مه. وبالتالي ما كيكونش عنده مشاكل في التنفس ولا في الرئه العمليه القيصريه. أيه. كاين بزاف ديال الايجابيات. أيه. عند الولاده الطبيعيه. ولكن أكيد. اذا كان هناك ظرف ما. نعم. يستدعي العمليه اللي تكلمنا عليهم. نعم. فضروري خصنا نلجؤوا لها. ايه نعم. طيب السيده جات في الموعد ديالها غتدخل الغرفه ديال العمل، بغينا نحطوهم في الاجواء. نعم. باش هكا. نعم. قلنا للتحليل غتمر من هذه التجربه. نعم. لاول مره. نعم. تكون عارفه دكتور مصفر. نعم. نعم. فكنديروا اول حاجه دائما كتختاروا الصباح. الصباح ماشي العشيه في الحالات ديال. نعم. العمليات المبرمجه. أيه. اما في حاله اذا كانت المراه حالات الطريقه طريقة. فهذا. أيه. لا لكن تكلموا على المبرمجه. نعم. الوغ كنطلبوا لها واحد التحليلات قبل. أيه. ديال الدم باش كنتاكدوا من داك السيولات ديال الدم. وهاد التحاليل كيشوفهم طبيب التخدير باش كيشوف واش نقدر يدير لها داك التخدير النصفي. أيه. عن طريق ابره الظهر. نعم. البنج. الوغ هذه من جهه. ثانيا كتقوم السيده كتاخذ واحد الحمام ندوش. أيه. كتنظف. كنديروا واحد لو غازاج. أيه. في المنطقه اللي غادي نديروا فيها الفتحه. أيه. كننظفوها بالبيضه. هادشي الا كانت السيده جات دارته راه من الاحسن يعني هي قبل. نعم. أيه. قبل كتجي واجده. نعم. كنديروا. نعم. كنديروا بعض المنظفات عن طريق ادويه. أيه. اللي فيهم اليود باش كنحاولوا ننظفوا داك منطقة الجرح. أيه. بعد في الاول كنغسلوا بالماء والصابون ومن بعد كنديروا هذاك ملي كتدخل المرأة للبلوك. نعم. كنديروا هذاك المطهر الموضعي. نعم. السيدة غالبا دابا ولينا كنديروا العملية القيصرية كنشرحوا لها بعدا علاش غادي دير العملية القيصرية. نعم. كنشرحوا لها التقنية. كنعيطوا لطبيب الاطفال اللي خصو يكون حاضر. أيه. الا ما جاش البيدياتر راه ما كنبداوش. أيه. الا في الحالات الطارئه خصو يكون البيدياتر. وتكون لا نورس اللي غادي تستقبل البيبي وتعطيه. أيه. البيدياتر لان في العمليه القيصريه كما هضرنا له وشيرنا له كيكون. نعم. مشكل ديال البيبي يقدر يصاب بعسر في التنفس. أيه. ولهذا خصو يكون طبيب الاطفال حاضر. حاضر. أيه. باش كيعطي داك الاسعافات الاوليه. نعم. طبيب مختص في الاطفال. الاطفال. أيه. في هذه المرحله الاوليه من عمر. نعم. الطفل اللي غادي يقوم بيعطيو داك الاسعافات الاوليه للجنين. وكان طبيب ديال التخدير كيقوم بعدا قبل كل شيء بوضع هذاك القسطره. نعم. على مستوى الظهر باش كيقوم بالتخدير. نعم. قبل ما كنديروا داك القسطره ديال المتانه ديال النبوله. نعم. فملي كتخدر المراه كتستر مزيان عن طريق كنغطيوها بداك لي شون. أيه. الزوج الا بغى بعض الاحيان الا كان يقدر يرافق الزوجه. يقدر خص يكون عنده من الشجاعه. دونك لا كيحضرش هو العمليه حيت حنا. أيه. كنفرقوا بين. نعم. بين وبين الطبيب ديال التخدير. فهو كيمشي باش كيرافقها. نعم. وكيدعمها نفسانيا. أيه. نعم. وباش حتى هو ملي كيتزاد البيبي. أيه. كيكون داك لمسه البشره مع الاب كذلك كنعطيو. نعم. البيبي كيحضنو. نعم. كيحضنو وكيشوف البيبي ديالو. أيه. السيده كتكون دايره التخدير النصفي كنقدروا نديروا لها قران الا بغات تسمع القران. نعم. وكنتكلموا معاها باش كنحاولوا
نشيروا انت. شوف الولادة القيصرية مازال عندنا معها حلقة أخرى هي مصرة دكتور مصفر. علاش؟ لأنه راه ماشي سهل لما كنتكلموا على ولادة سواء كان طبيعية ولا قيصرية، كنتكلموا على حياة بطبيعة الحال، كنتكلموا على حياة جديدة. فأكيد إن شاء الله ربما الأسبوع المقبل لأنه الوقت ما بقاش. دكتور مصفر شكرا جزيلا ليك، نتلاقاو معك إن شاء الله وغادي نكملوا الظروف ديال الولادة القيصرية، نكملوا أيضا المرحلة ديال الاستشفاء ونتكلموا على المرحلة ديال النفاس من بعد خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله. مستمعينا الكرام كونوا معنا، لكم تحيات عفاف ماجد رفقتكم على الميكروفون. شكرا.